مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعين لاعب 12 والشرقية. بالتأكيد موعد جديد وحديث رياضي راح نتابع به أهم وآخر أخبار الرياضة العراقية. فاصل ونرجع نشوف هذه الأهم الأخبار. الخبر الذي يعني غير موازين الحلقة وغير موازين كل الترتيبات اللي محضريها، اتحاد كرة القدم يقرر وإن لم يعلن رسميا إلى الآن تعيين السيد أكرم أحمد سلمان المدرب العراقي القدير مدربا للمنتخب الوطني العراقي في الفترة المقبلة. القرار هذا جاء بعد توصية رفعتها اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد مناقشة 4 أسماء، وتم رفع التوصية باختيار السيد أكرم سلمان مدربا للمنتخب العراقي في التصفيات المقبلة بعد اعتذار السيد راضي شنيشل، وكلنا نعرف القصة. حلقة اليوم راح نخصصها على هذا الموضوع وراح نتحاور فيها بكل الجوانب وبكل تفاصيلها. إن شاء الله راح يكون معنا بعد قليل الكابتن أكرم سلمان في أول حديث له بعد تعيينه مدربة للمنتخب العراقي، راح يكون عبر اللاعب 12 وعبر الشرقية لنعرف تفاصيل هذا الأمر، وأيضا كل خبايا الاجتماع الذي انتهى قبل قليل في بغداد بين اللجنة الفنية واتحاد الكرة العراقي ورفع هذه التوصيات. راح يكون معنا على الهواء مباشرة أيضا الكابتن كريم فرحان عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة العراقي، وأيضا الحديث عن المنتخب الأولمبي في الجزء الثاني من البرنامج، كون السيد كريم فرحان هو المدير الإداري للمنتخب الأولمبي الذي يستعد للتصفيات. الخبر الأبرز هو تعيين الكابتن أكرم أحمد سلمان مدربا للمنتخب العراقي خلال الفترة المقبلة، واتحاد الكرة راح يجتمع الساعة 7 توقيت بغداد، ومن بعد الاجتماع راح يعلن بشكل رسمي هذا قرار التكليف هذا. إذا أصدقائي، أكرم سلمان مدربا للمنتخب العراقي موضوعنا هذا اليوم، وأيضا الاستعداد بالنسبة للمنتخب الأولمبي راح يكون حديثنا أيضا مع السيد الكابتن كريم فرحان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة العراقي. كابتن كريم جاهز ويانا شباب؟ إذا خلونا نرحب بضيفنا القدير بحلقة اليوم الكابتن كريم فرحان، هذه المرة بالصفة الأولى، صفة اللجنة الفنية، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة العراقي. كابتن بداية مرحبا بك، مشرفنا ومنورنا بك. أنا أشكرك شكر الجزيل لك، تعبناك اليوم مباشرة من الاجتماع للاستوديو، وأنا يعني مقدر تعبك ويانا كابتن. كابتن، انتهى الاجتماع قبل قليل، وبالتالي أبرز المؤشرات على ما حصل في اجتماع اليوم مع اتحاد الكرة العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك أخي فيان وبالمشاهدين. قبل أي شيء أود أن أقدم فشي جهد بسيط عن كرة القدم، هدية إلى قناة الشرقية اللي هو هذا الكتاب عن تعليم وتدريب كرة القدم. إن شاء الله يكون خدمة للمدربين في عملهم. دكتور، هذا من تأليفك؟ قناة الشرقية وبرنامجكم. نعم، هذا الكتاب. أي من تأليفي؟ نعم، أي من تأليفي، حديث يعني ما صار أسبوعين من صدر عن كرة القدم، تعليم وتدريب كرة القدم، هدية إلى قناة الشرقية وبرنامجكم اللي هو يهتم بالرياضة بشكل عام. ممنونين على الهدية وكلك خير وبركة خاص. ممنونين على الهدية ونشكرك هواية باسمي وباسم كل يعني كادر العمل بالبرنامج بقناة الشرقية. نشكرك، هديتك قيمة بعلميتها وبمهنيتها وبالتعب الكبير اللي بذلته فيه، فالله يعطيك الصحة والعافية وبارك الله بك كابتن. شكرا. الحمد لله والشكر. نعم فعلا، قبل يعني بحدود الساعة انتهى اجتماع الاتحاد مع اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، وكان هناك جو ودي ولطيف صراحة. يعني احنا فخورين بأنه يجتمع هؤلاء النخبة من المدربين والمختصين بكرة القدم. كان جل الاجتماع هو تحديد مدرب للمنتخب الوطني. صراحة
طرحت مجموعة من الأسماء والآراء والأفكار، وبجودي مقراطي وشفاف الجميع أخذ فرصته. نعم، تمخض الاجتماع عن توصيات، هذه التوصيات راح تناقش في اجتماع الاتحاد اللي راح يعقد اليوم أيضا في الساعة 7. بعدها راح يخرج بيان من قبل الاتحاد بتسمية مدرب للمنتخب الوطني. شنو الأسماء؟ شنو الأسماء الأربعة أو شنو الأسماء اللي رفعت ناقشتوها أنتم كلجنة فنية، رفعتوا بها التوصيات لاتحاد الكرة، ما هي الأسماء؟ والله هي أسماء صراحة عديدة، وكل شخص من اللجان أدلى برأيه وبالمرشح ماله، ومجموعة أسماء من ضمنهم يعني أكرم سلمان، أيوب أوديشو، وعدنان درجال، أسماء أخرى عديدة، بس إن شاء الله الوقت قريب، لأنه هي توصية وليست قرار. القرار راح يكون هو منوط بالاتحاد العراقي لكرة القدم. طيب كابتن، أنت يعني تترك مسؤولية إعلان القرار الرسمي على الاتحاد، وبالتأكيد هذا أمر مهم جدا، لكن إحنا خلينا يعني نتعامل مع الخبر الأكيد اللي إحنا نعرفه، وهو تعيين السيد أكرم سلمان مدربا للمنتخب العراقي. برأيك الفني والشخصي بدون التوصية، لماذا أكرم سلمان في هذا الوقت، وهل هو مفيد لكرة القدم العراقية بالمرحلة القادمة؟ مثل ما تعرفون، بعد أن قدم اعتذار الكابتن راضي شنيشل من تدريب المنتخب الوطني، كان واجب على الاتحاد تسمية مدرب للمنتخب الوطني لاستحقاقات القادمة، وبشكل خاص اللي هي كأس العالم 18. اجتمعت الآراء ونعم يعني بالاجتماع قلت لك، مثل ما قلت لك، كانت هناك حرية لكافة الأعضاء باقتراح ممثلين مدربين المنتخبات، فاستقر على مجموعة أسماء يعني بعد التصفية الأولى. مجموعة أسماء سيختار منها، مثل ما قلت لك، القرار هو توصية من اللجنة الفنية والمنتخبات، وتقريبا كان شبه إجماع على المدرب اللي راح يعلن عنه الاتحاد العراقي قريبا، واليوم ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. اوكي، يعني انا ما اريد ان نحملك مسؤوليه الاعلان عن اكرم سلمان، لكن خليني انا اجي وياك. التوصيه المتضمنه اكرم سلمان مدربا للمنتخب العراقي، ماذا تضمنت من نقاط ايجابيه تدعم موقف اكرم سلمان؟ طبعا هي التسمية ما اجت اعتباطا، لكل عضو من اعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات سوى دراسة عن مجموعة المدربين، وهناك شروط، وصراحة المنتخب الوطني ليس كبقية المنتخبات، يحتاج الى امور واشياء عديدة تتوفر بالمدرب وضمن المرحلة الحالية. يعني احنا نعرف كل زيان وضع العراق والوضع الحالي، انه هناك استبعاد للمدرب الاجنبي. يجب ان يكون هناك مدرب محلي، سواء من داخل القطر او خارج القطر، ويجمع عليه الاراء ويحمل مواصفات ما يختلف عليها احد. توصلت اللجان تقريبا، قلت لك، شبه اجماع الى مجموعة مدربين وتوصية بهم، وإن شاء الله راح يصدر القرار اليوم بعد اجتماع الاتحاد. تشوف التوقيت، يعني بعدنا بالسيف سايد، بالتوقيت المناسب. اليوم سيعلن المدرب، وبالتالي يمكن أنا كلمت الكابتن أكرم سلمان، راح يكون معنا بعد قليل إن شاء الله، قال لي نهاية الأسبوع الجاي يرجع إلى بغداد. مع تواجده في بغداد نهاية الأسبوع المقبل، تشوف أنه فعلا إحنا بعدنا بالتوقيت الجيد لبدء الإعداد لتصفيات كأس العالم؟ المنطق والعقل يقول كل ما تكلف الكادر التدريبي وبالشكل خاص المدرب الأول من وقت هو أفضل، حتى تصير له فسحة ومجال كافي لتهيئة المنتخب للبطولات. واليوم نسميه أفضل من بكرة، وبكرة أفضل من بعد بكرة. فاليوم إن شاء الله يعني كانت التسمية والتوقيت. إحنا الاستحقاق الرسمي الأول للمنتخب الوطني هو راح يكون في الشهر 6، مباراتين هناك ضمن تصفيات كأس العالم 18. فأصور الفترة كافية ووافية، يعني أكثر من 3 أشهر، 3 أشهر ونص تقريباً،
يستطيع المدرب من خلالها أن يجمع الفريق ويشاهد اللاعبين سواء بالدوري أو المحترفين، وإلى فرصة كبيرة لحتى عمل يعني حتى باجتماعنا طرحت أنه هناك مباريات تجريبية ضمن الفيفا داي للمنتخب الوطني راح تكون مفيدة للكادر التدريبي للوقوف على من يستحق أن يمثل المنتخب الوطني. طيب كابتن، بالاجتماع الأخير في أربيل سمي مدرب منتخب أولمبي ومساعديه ومدرب منتخب شباب ومساعديه. نعم. اجتماع اليوم يعني تم طرح أسماء مساعدين معينة مع الكابتن أكرم سلمان، أم أنه تركت الأمر إله هو اللي قرر؟ لا لا لا، يعني الاتفاق جرى أنه المساعدين الموجودين هم نزار أشرف وعماد هاشم باقين مع المنتخب. نعم. والمدرب اللي يجي راح ممكن يختار مساعد واحد معه. يعني نفس المدرب نزار أشرف مع عماد هاشم ممكن يختار أيضا مدرب مع الكابتن أكرم سلمان. نعم نعم نعم. تشوف نعم. تشوف إنه المنتخب العراقي الآن يعني قراءتك للقادم من الأيام من خلال هذا التعيين كمدرب محلي وهذا الثبات على صورة ما حصل في آسيا، تشوف المنتخب الوطني الآن ممكن أن يكون في وضع أفضل يطمئن إحنا كجمهور كإعلام على قادم الكرة العراقية؟ صراحة التجارب الأخيرة اللي مر بها المنتخب العراقي مع المدربين الأجانب والمدرب المحلي أثبتت بما لا يقبل الشك أنه المدرب المحلي هو حقق نتائج أفضل من المدربين. نعم. الأجانب، يمكن لقربه ومعرفته بالدوري ومعرفته باللاعبين وأيضا ظروف العراق اللي يعيشها، وآخرها تجربة آسيا والكادر التدريبي المحلي حقق إنجاز في رأينا، يعني استنادا إلى الأوضاع اللي يمر بها العراق. نعم. ووضع العراق يعتبر إنجاز المركز الرابع. نعم. على آسيا، فردنا نديم هذا الشيء. ولذلك تم اختيار مدرب محلي لقيادة المنتخب الوطني. طيب دكتور أثمن الظلوي، أنا نذهب الآن مباشرة في أول حديث إلى بعد تعيين مدربا للمنتخب العراقي الكابتن القدير أكرم سلمان معنا عبر التلفون الآن. كابتن أكرم، بداية مرحبا بك، يعني أشكرك الشكر الجزيل خاصة الشرقية واللاعب 12 بهذا الحديث الأول إنه كمدير فني للمنتخب الوطني. نقول مبروك كابتن، يعني تبلغت بالقرار رسميا من اتحاد الكرة بتسلمك المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بيان، تحية للسادة المشاهدين، وتحية للسادة الضيوف. يعني بكلمني رئيس الاتحاد الآن. نعم. باستلام هذه المهمة يعني. نعم. لسه خلص خدمة العراق العظيم. طيب يعني كابتن، اكو مساله مهمه بعد ما يعني كلمك سيد رئيس الاتحاد، واليوم راح يعقدون الاجتماع وسيتم الاعلان رسميا ان شاء الله في يعني الليله من قبل الاتحاد عن تعيينك كمدرب. الان معنا الكابتن كريم فرحان، يقول توصية اللجنه الفنيه بقاء السيد نزار اشرف وفصل الاتصال. راح نرجع لسيد اكرم سلمان بعد قليل ان شاء الله. سيد اكرم سلمان عبر التلفون الان اكد لنا بانه تلقى اتصال من السيد عبد الخالق مسعود بشكل رسمي ابلغ فيه بقرار اتحاد كره القدم العراقي بتعيينه مديرا فنيا للمنتخب العراقي في المرحله المقبله. بعض التفاصيل الاخرى نعرفها ان شاء الله بعد ما يعود معنا الاتصال مع السيد اكرم سلمان المدير الفني الجديد اللي يعني خص الشرقيه وخص اللاعب 12 بهذا الحديث الاول إلى بعد تعيينه مدربا للفريق. كابتن اكرم، نرجع لك كابتن، مرحبا بك مره ثانيه. كابتن تسمعني الان؟ اي سمعت. اي سامعك. طيب. طيب كابتن، معنا سيد كريم فرحان، ما اعرف اذا بدات تمتلك التصورات الان بخصوص من سيعمل معك في المرحله المقبله، المساعدين يبقون نفسهم اللي باسيا، ستبحث عن مساعدين جدد؟ هو احنا كلمني رئيس الاتحاد الاستاذ. نعم. عبد الخالق. نعم. بالنسبه للكابتن نزار والكابتن عماد. نعم. رحبت فيهم، تدري يعني كل المدربين الموجودين بالعراق يعني اولاد يعتبروا. نعم. سبقا
ما قد مروا عليه دربتهم يعني بما بيهم الكابتن كريم فرحان يعني يعني رحبت انه يبقون لانه سبقا صار عندهم خبره بالمرحله السابقه الفتره الماضيه وهي هم تفيدنا ان شاء الله اضافه الى اكمال الجهاز الفني يعني نحتاج الى مدرب لياقه بدنيه وهمنا يمكن سبقا نشتغل مع المنتخب مدرب اسباني يعني نفسه غونزالو اللي كان بآسيا نفسه راح تستدعيه يكون معاكم في المهمه الجديده. اعتقد المعلومات تقول انه يعني قدم مجهود جيد لاعبين مرتاحين له فما عندي ضرر ابدا يبقى نستعين بخدمات مدرب وطني يعني شغال بالدوري العراقي بسبيل ان تكون معلوماته جيده بالنسبه للاعبين. طيب الفرصه مفتوحه امام كل اللاعبين. طيب كابتن الان انت مدرب للبقعه اكيد عندك التزام واكيد عندك عقد معاهم شلون راح تحل هذه الامور مع البقعه؟ والله احنا يعني يمكن على اخر مباراه الخميس بكره ان شاء الله. نعم يعني ابلغتهم رسميا؟ لا ما بلغتهم بس ولكن اساسا انا من اشتغل بالاردن خاصه ما اخلي لا شر جزائي ولا كذا يعني انطي حريه للمدرب انطي حريه للنادي والناس ما يمانعون لان هذه مساله وطنيه مدرب وطني انت تعرف غير مدرب الانديه يعني ابلغتهم بقرارك قلت لهم اني خلاص اكو يعني لا والله ما بلغت بس هم الان سمعوا هسه بس انا اريد اخلص مباراه بكره ان شاء الله راح ابلغهم يعني لانه الاسبوع الجاي لازم نتواجد ببغداد. ايش وقت راح تتواجد في بغداد ان شاء الله الاسبوع الجاي؟ الاسبوع القادم يعني الاسبوع القادم. يعني عندك يوم محدد لو لا؟ لا والله بعد ما عندي. كابتن ولو انت يعني راجع من التدريب ادري بيك وتعبان بس يعني اريد نستغل هذه الفرصه وياك تصوراتك لماذا يحتاج المنتخب بالفتره البسيطه المقبله الجايه؟ من متابعه مباريات الدوري الى التحضير يمكن البدني للقادم ابرز الامور اللي راح تعالجها بهذه الفتره المقبله كابتن. يعني كابتن بيان انت تعرف اولا يجب ان تحدد الهدف. نعم. شنو الهدف من المرحله المقبله؟ انا في تقديري انه يجب ان يكون هدف الجميع هو الصعود لكاس العالم. نعم. لان احنا صعدنا بالثمانينات. نعم. هو هذا انجاز تقاس عليه مستويات الكره في كل العالم يعني. نعم. فاذا هذا الهدف يخططوا له دائما قبل 4 سنين 5 سنين. طيب. ولكن احنا خلال هاي المرحله ايش قد باقي لنا؟ 4 شهور 5 شهور 6 شهور. نعم. احاول اخلي برنامج اناقشه مع الاخوه اعضاء اللجنه الفنيه ولجنه المنتخبات والاتحاد. نعم. ونحاول نتعاون عليه جميعا وحتى يكون هذا الهدف امام اللاعبين اللي تستدعيهم انت. نعم. يجب ان يكون عندهم طموح الصعود لكاس العالم. لانه تاخرنا كثير احنا بالنسبه لنا طبعا رغم ظروفنا الصعبه هذه. زين وعن طريق البرمجه الصحيحه وضع استراتيجيه صحيحه ان شاء الله الله يوفقنا يعني. تشوف هذا الحلم راح يتحقق كابتن اكرام يعني وفق المعطيات اللي تمر بها الكره العراقيه او البلد بشكل عام؟ تشوف هذه الامور ممكن ان تتحقق؟ توعد الجماهير بشيء عبر اللاعب 12 عبر الشرقيه، توعدنا احنا بشيء يوعدنا به اكرم سلمان المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي؟ والله اني تعرف انه انا ساهمت مساهمه كبيره بالنسبه لصعود العراق كاس العالم. نعم اكيد 86. اني طموحي الان يعني قبل ما اعلن اعتزالي من التدريب انه طموحي اتمنى انه تحقق هذا الصعود الى كاس العالم بالتضافر كل الجهود اعلام اتحاد لجان لاعبين. نعم. وهذا مو صعب بالنسبه لنا يعني ككره عراقيه. نعم. لان تدري احنا يعني واجهتنا صعوبات كثيره حتى صعودنا لكاس العالم كل مباراتنا كانت برا. نعم. فالتخطيط ان شاء الله والبرمجه والتعاون ان شاء الله يعني حاول نحقق هذا الهدف ان شاء الله. وانا عندي يعني عندي طموح كبير انه هذا الهدف يجب ان نسعى له ان شاء الله. كابتن يعني لما راح ترجع لبغداد اكو تفاصيل العقد الماليه الماديه يعني الحقوق والواجبات اللي عليك هاي ناقشتها مع الاتحاد ولا تاركها لما ترجع لبغداد؟ والله هاي الامور ما تكلمنا بها. نعم. ان شاء الله لما نتكلم بها حنعطيك نسخه من العقد.
ان شاء الله ان شاء الله. لا انت انت وعدتني الاحد او اثنين ضيفنا بالاستوديو ان شاء الله كابتن. انا على هوا داورتك حتى لا تتراجع. لا حاضر حاضر احنا حاضرين. شكرا شكرا كل الامنيات لك بالموفقيه. الكابتن اكرم سلمان المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي. كابتن كريم فرحان نرجع الى حضرتك. سمعت تاكيد الكابتن اكرم سلمان على لسانه انه تلقى الاتصال وابلغ رسميا انه هو مدرب المنتخب من قبل السيد عبد الخالق مسعود. سؤال الكابتن اكرم سلمان انقل الى حضرتك كابتن، يعني المعطيات الحاليه لكره القدم العراقيه، الوضع بشكل عام، هل يدعونا انه نتفائل انه الفريق العراقي ممكن هالمره يكسر النحس ويذهب الى كاس العالم؟ هو امنيات وان شاء الله يعني تتحقق هذه الامنيه، واريد بس من خلالك اتمنى التوفيق للكابتن اكرم سلمان. نعم. بمهمته بعد ما اكد انه هو جاء اتصال. نعم. وبالمناسبه اريد اقول شيء هو قاله، يعني انه اشرف على تدريبي. نعم، هو اشرف على تدريبي في المنتخب الوطني في بطوله مرديكا عام 1977. يعني يكفي هذا يعني يكفي هاي السنين من الخبره الطويله لشخص الاستاذ اكرم سلمان. يعني هو مدرب منتخب وطني من عام 77. زين كابتن، مدرب منتخبات مختلفه. ونعم كابتن، يعني انت تجاوب على هالسؤال او التساؤل، وخطر في بالي سؤال. نعم. اريد اسمع رايك به. تشوف اكرم سلمان مع هذه الخبره، مع هذا العمر، الله يعطيه الصحه والعافيه والعمر المديد ان شاء الله، مع هذا العمر الكبير تشوفه قريب. نعم. من اللاعبين باعمار العشرين والخمسة وعشرين وحتى الثلاثين، ما تحس انه الفجوه كبيره بيناتهم على مستوى استيعاب المفردات التدريبية، على مستوى استيعاب الفكر، يعني الدخول أكثر بتفاصيل يمكن ما أعرف الأمور الفنية أنت أقدر عليها دكتور تشرح لنا إياها؟ يعني بالعالم صراحة المدربين كل ما يكبر زيد خبرته، وهذا يعني بالواقع موجود. نشوف أنه في إنجلترا في دول أخرى. نعم. مدربين تجاوزوا 70 و75 وحصلوا بطولات كأس العالم. يعني نعم. العمر ما له دخل، بالعكس الخبرة هي الأساس. خبرة التعامل مع اللاعبين. نعم. بأعمار مختلفة، يعني هو نعم عمره كبير بس هو راح يدرب من خلال خبرته ومعرفته بكرة القدم. نعم. فالعمر ما إلى دخل، العمر ما إلى دخل بالخبرة والتدريب. مثل ما قلت إن شاء الله وأمنا وهدفنا هو الوصول إلى كأس العالم، وأكو بوادر ومؤشرات إلى نهوض الكرة العراقية خاصة بالفترة الأخيرة. قلت لك يعني خطوة وخطوات جيدة وبالذات في بطولة آسيا. إن شاء الله يتواصل البناء وإحنا جميعا في خدمة المدرب والكرة العراقية لتحقيق هدف وأمل الجميع اللي هو الوصول إلى كأس العالم إن شاء الله. كابتن أريد أسألك، يعني ما دام الخبرة موجودة بالتأكيد وكل الخير والبركة بكم وبالكابتن أكرم سلمان، أكو أمور إدارية فنية، يعني الآن الطرح بالإعلام أنه أكرم سلمان لا يملك البي ولا يملك الأي، فبالتالي لا يمكن أن يقود مدير فني، ما اعرف التخريج المناسبه لكي يكون اكرم سلمان هو المدرب الـ 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 يعني الـ المسموح له انه يكون في المنطقه الفنيه للمنتخب العراقي. الاتحاد الاسيوي وحتى الدولي. نعم. في التسجيل يسمح بتسجيل 12 اداري من ضمنهم. نعم. الكادر التدريبي والاداري. نعم. ويسمح بجلوس 8 اشخاص على مصطبه الاحتياط. نعم. ويسمح بشخص واحد للتوجيه أي. نعم. كان مدرب أو مساعد أو مستشار أو حتى مدير فريق أو. نعم. حتى أي كان. طيب. يعني هذا ما يدقق أنه إلا هذا ينطي التوجيهات. أي. إلا هذا الشخص. فأكو هناك أمور إدارية نقدر نتجاوزها وعندنا خبرة طويلة بهذا المجال والجانب. وإذا لاحظت البارحة صراحة أكو خطأ إداري كان في نادي الشرطة أنه المدرب ما استطاع أن يجلس على مصطبة الاحتياط مع الكادر التدريبي. لو كانت هناك سؤال واستشارة من أصحاب الشأن كان دليناهم على طريقة وأسلوب ممكن يجلس ضمن 8 أشخاص وممكن يقوم بتوجيه الفريق من مصطبة. يعني 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 أكرم سلمان، أكرم سلمان حتى نوضحها للناس كابتن، يعني أكرم سلمان. نعم. سيسجل. نعم. بصفة ثانية لكن هو من سيوجه الفريق في
في المنطقة الفنية بغض النظر عن يعني مشروطية الشهادات التدريبية؟ يعني تقدر تقول هيك شيء، لان انت جاي تلاحظ كثير او حتى مدربين، هو موجود المدرب لكن يكلف المساعد ماله باعطاء التوجيهات، او ينطرد المدرب ويقوم مع حل المساعد او اي اخر مدير فريق او حتى مشرف من يكلف. فهذه لها حلول ولها طرق يعني ممكن تجاوزها، بس هو بالفعل المدرب هو راح يقوم بالتدريب وايضا يقوم باداره المباراه ومن خلال مصطبه الاحتياط. احنا ما يخاف علينا، من ما يطلعون لنا نطلع لهم من من اسمع عندنا ابتكارات، اي مبدعين عندنا ابتكارات. اذا اصدقائي المهم احنا بالنتيجه صراحه ان بالنتيجه انه هو مصلحه وفائده المنتخب. اذا كانت هناك تعليمات اسيويه ودوليه نقدر نتجاوزها وبدون ان نتجاوز على القانون، فلا باس بذلك. طيب كابتن، اتمنى تظل ويانا بالتاكيد المحور الاخر، المنتخب الاخر المهم في هذه الفتره الاقرب للمنافسه هو المنتخب الاولمبي اللي يتدرب في بغداد صار له 3 ايام، وبالتالي بدا المهمه رسميا بقياده القدير الكابتن يحيى علوان وحيدر جبار، ويعني الان راحوا المساعدين صالح حميد، فبالتالي عباس عطيه الان مع الجويه، فبالتالي المهمة بدأت بالنسبة للمنتخب الأولمبي. نتابع التقرير وبعدها نرجع للكابتن كريم فرحان. شرع منتخب العراق الأولمبي بكرة القدم أولى خطوات الإعداد بتواجده على أديم ملعب الشعب الدولي ببغداد من خلال خوضه للوحدات التدريبية اليومية، وبوجود أكثر من 50 لاعبا توزعوا ما بين أندية الممتاز والدرجة الأولى، إضافة إلى المواهب الشبابية الأخرى. وأكد الجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن يحيى علوان أن أبواب الفريق مفتوحة للجميع، ولا يوجد هنالك أي مؤشر على لاعب دون آخر. أما حراسة المرمى فتعهد مدربها بأن يقدم من خلال حراسه الشبان أسماء جديدة للمنتخب الوطني الأول، وسيعقب هذه التمرينات مباريات ودية محلية مع فرق جماهيرية، ومن ثم السفر إلى دولة الإمارات العربية للدخول في معسكر مطلع آذار القادم، ولعب مباريات ودية أمام الإمارات وقطر والسعودية، وهي ستكون بمثابة التجربة الأخيرة قبل الدخول في التصفيات. كابتن حسن فرحان، الآن إلى يعني الواجب الثاني، المهمة الثانية اللي على عاتقك هي إدارتك للمنتخب الأولمبي. بداية عباس عطية غادر الفريق وتولى تدريب الجوية، كابتن كريم من سيحل محل عباس عطية؟ يعني حددته رسميا ممكن اتخذ قرار بهذا الموضوع؟ طبعا هذا الأمر مثل ما قلت لك أيضا منوط ب يعني قرارات الاتحاد، من يكون الأمر يعني منتهي للمدرب المساعد عباس عطية راح يتم تسمية بديل لعباس عطية. ايش وقت الاسماء المرشحه الاولمبي؟ ايش وقت يعلن التسميه ومن الاسماء اللي ممكن تعوض الكابتن عباس؟ والله ليه هسه ما تم مناقشه هذا الامر، لحين ما يبت بامر عباس عطيه انه ينتهي تكليفه الى القوه الجويه، يلا ذاك الوقت يكون الامر تحت المناقشه. بس احنا هسه فيما يخص المنتخب الاولمبي صراحه اليوم هو كان الوحدة التدريبية الرابعة ضمن التجمع الأول للمنتخب الأولمبي اللي يشارك بتصفيات آسيا تحت 23، واللي راح تقام في مسقط عمان للفترة من 23 إلى 31 3، وممكن أعطيك بعض التفاصيل عن المباريات الرسمية والمباريات الودية. خلينا بالودية قبل الرسمية، الرسمية محددة، خلينا بالودية اللي انت وقعت عليها او الاتحاد وقع عليها واعلنت رسميا، لان انا عندي معلومات انه كل مباريات المنتخب الاولمبي لليوم الى هذه الساعة لم توقع عقودها، وبالتالي المنتخب الاولمبي بدون مباريات ودية رسمية. طلعني غلطان وقول الفريق راح يلعب تحضيريا.
أنا بعد الاجتماع صراحة كانت هناك يعني أمامي توقيع العقود للمباريات الودية للمنتخب الأولمبي. نعم. يعني إن شاء الله راح تكون الموافقات جاهزة لإقامة المباريات الودية. طبعا المباريات راح تكون في الإمارات، نعم. يوم 12/3 راح تكون أمام الأردن، نعم. ويوم 16/3 راح تكون أمام الإمارات، و19/3 راح تكون أمام السعودية. نعم. بعدها ينتقل الفريق إلى مسقط إلى التصفيات. طبعا مبارياتنا راح البطولة راح تفتتح يوم 23/3. مباريات العراق هاي المباريات بس بس كابتن 25. كابتن بس أريد أسألك سؤال لو تسمح لي. نعم. مباراة الأردن، مباراة السعودية، ومباراة الإمارات، هذه أنت الإمارات. شفت أنت نعم. أنت شفت عقودها ومواعيدها رسمية وثبتت؟ لا، يعني الموافقات اجت ويتم التوقيع على العقود مع الشركة لإقامة هذه المباريات. طيب، لأن أنا أمامي الآن إن شاء أوراق، الله المباريات قادمة. أنا الآن أمامي أوراق ومستمسكات باكر أطلع لك إياها الآن، مو جاهزة، فيها اعتذار المنتخب نعم. السعودي والاستفسار للمنتخب الأردني حول الجاهزية، وأيضا المنتخب الإماراتي ما موافق على هذه الأمور. أنا إذا عندي أحكي بدون وثائق بكرة إن شاء الله إذا الوقت يسمح أطلع لك إياها، لأن أكو مشاكل بين الشركات الراعية لتنظيم هذه المباريات. نعم، ما هو هذه المشاكل مع الشركات الراعية إن شاء الله اليوم يعني انحلت وتنحل الأمور، ويصادق على عقود هذه المباريات، وهي مهمة بالنسبة للمنتخب الأولمبي لأنه الوقت ضيق وفرصته ضيقة. نعم. راح تخدم المنتخب الأولمبي هذه المباريات الثلاثة، وخاصة الفرق اللي راح نلعب معها مشابهة إلى أسلوب الفرق اللي معانا بالمجموعة تقريبا. طيب. راح تكون مثل ما قلت لك افتتاح البطولة يوم 23 نعم. 3. العراق ما راح يلعب بالافتتاح، يعني راح يصير له فرصة لمشاهدة الفرق الأربعة ممتاز. وهي تلعب ويحصل على معلومات، وخاصة المباراة الأولى اللي راح تكون المباراة الأولى للفريق العراقي يوم 25/3 أمام منتخب لبنان. نعم. ويوم 27/3 راح تكون نعم. أمام المالديف. نعم. و29/3 أمام البحرين، وآخر مباراة نعم. هي يوم 31 أمام البلد المضيف عمان. طيب إن شاء الله. كابتن، تشوف المنتخب الأولمبي يسير بطريق صحيح؟ التدريبات يعني بدأت تأخذ طابع الجدية أو طابع الإعداد الحقيقي وليس طابع الاختبار والتجريب. سمعنا عن فوضى في الملعب، 50 لاعب، الملابس مختلفة، عن أعضاء اتحاد انذكر اسم السيد كامل صغير يجيبون ناس يعرفوهم تعال اختبر بالمنتخب الأولمبي. تشوف أنه هذه الأمور بدأت بالانحسار شوية شوية، وبالتالي بدأ الإعداد الحقيقي للمنتخب الأولمبي؟ لا، ما أكو مثل هيك أمور يعني نعم. هالدرجة والتضخيم صراحة نعم. كل عمل في أي مجال نعم. بداية لازم تكون قلقة وغير منظمة، لكن الحمد لله والشكر الآن المنتخب سواء بالزي نعم. أو بالنظام أو بالترتيب أو المواعيد أو الإجراءات منتظم، والحمد لله والشكر اللاعبين اللي تم انتخابهم هم معظمهم من الدوري المحلي ووجوه جديدة عديدة. المهم هناك تنفصل بين لاعبي المنتخب والمنتخب الأولمبي، يعني نعم. من لاعبي المنتخب الوطني لن يستدعوا مع الأولمبي نعم. وهذه ناحية إيجابية صراحة استقلال طيب. لأنه المنتخب الأولمبي نعم. هو رافد للمنتخب نعم. الوطني نعم. فاللي أنا شاهدته خلال الوحدات التدريبية هناك اندفاع وحماس كبير، خاصة قلت لك أنه معظم اللاعبين يدعون نعم. لأول مرة للمنتخب الأولمبي، فأكو هناك اندفاع وحماس ومنافسة شريفة، وإحنا دائما نقول البقاء للأفضل، وهذا الأمر يترك إلى الجهاز الفني وبشكل خاص المدير الفني هو مسؤوليته. إحنا مسؤوليتنا إدارية نوفر له ونهيئ له جميع الأجواء الملائمة للإعداد والتهيئة للبطولة، وتبقى هذه الأمور هي من اختصاص الكادر التدريبي وبشكل خاص قلت المدير الفني الكابتن يحيى علوان.
الكابتن القدير كريم فرحان، كل الشكر الجزيل لحضرتك اليوم، شرفتنا ونورتنا. أنا أقدر تعبك ويانا من اجتماع اللجنة الفنية مباشرة إلى الاستوديو، كل الشكر الجزيل لحضرتك على تواجدك ويانا بحلقة اليوم من اللاعب 12 عبر الشرقية الكابتن كريم فرحان عضو اللجنة الفنية. تحدثنا أولا عن تسميتك كمسلمان مدربا للمنتخب، وثانيا عن مشوار المنتخب الأولمبي، وبالتأكيد في قادم الأيام راح يكون لنا حديث أكثر إن شاء الله حول هذا الإعداد. يوم أمس كان حديث في الإعلام عن اجتماع اتحاد الكرة وعن صراع كبير بين أعضاء اتحاد الكرة وعن إعفاء السيد سعد مالح عضو اتحاد الكرة العراقي من منصبه كعضو اتحاد الكرة. حتى نستوضح الحقيقة بشكل أكبر، يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا دائما منورنا الكابتن أبو المشاكل الكابتن سعد مالح عضو الاتحاد العراقي، حتى يوضح لنا حقيقة ما صار في اجتماع اتحاد الكرة. فصل هو أبو المشاكل، حتى بالاتصال عنده مشاكل. نشوف تصريح الكابتن يحيى علوان وبعدها نذهب إلى نرجع للسيد سعد مالح عبر التلفون. كابتن يحيى، تحدثنا فنيا عن الفريق اليوم 50 لاعب، متى يعني راح يكونون العدد المطلوب بعد معسكر الامارات؟ اي نعم، بعد المعسكر وبعد المعسكر احنا نحاول نقلص اللاعبين، يعني من انا اعتقد وراء الخميس راح تقلص عدد اللاعبين يوصل بال 30 لاعب، بعدين قبل السفر ايضا شويه، لان عندنا ايضا لاعبين محترفين برا الخمسه، الباب المنتخب مفتوح للاعبين. وبالفعل يعني اكو لاعبين مثلا بالميناء المباراة الأخيرة سحبناهم، كل لاعبين عندنا بالحدود يعني أيضا وجهنا لهم الدعوة، بنفط ميسان أيضا وجهنا لهم الدعوة. إحنا عندنا ماسكين عهد على نفسنا أنه نحاول نقلص من هاي الجانب، إحنا ما نقدر رأسا نقول كلهم ذولا خارج، يعني عن طريق تحد عن طريق إبعادك للاعبين اللي أعمارهم غير صحيحة، يعني ذولا نحاول مثلا فترة زمنية، إذا بدينا هسه مثلا فد 85% وبعدين تبدي يزيد لين توصل 100%. لان هذا ما تقدر تنهي راسا بصراحه، لانه ما تعرف انت منه هو اللي، يعني اكو مرات صايره شغلات ما تعرفها، يعني ما تقدر يجيب لك اثباتات انه هو موجود. فبالحقيقه احنا يعني هسه بدينا يعني ابعاد، يعني مو ابعاد وانما اختيار عدد كبير خليناهم خارج التشكيله، عدد كبير من ضمنهم يعني لاعبين عندنا بالمنتخبات الوطنيه، من ضمنهم لاعبين بالدوري العراقي. المباشر دائما الى الافضليه، نرجع للسيد سعد مالح. استاذ سعد مرحبا بك، ويعني فصل وحقيقه ما حدث في اجتماع اتحاد الكره يوم امس اذا امكن. تحياتي لك استاذ فيان والى كل مشاهدي قناه الشرقيه والى ضيفك الكريم الاخ يحيى علوان. نعم، حقيقه الاجتماع يوم امس حقيقه كان هو باتجاه انه تسميه الكادر التدريبي المنتخب الوطني، وعدة قضايا هي الامور اللي مطروحه محضر الاجتماع. اليوم صار اتفاق على الاخ تعرف يمكن الاغلبيه على اكرم سلمان، وان شاء الله هاي التسميه احنا ماشيين بها. نعم، مثل ما تعرفوا عندنا اجتماع ثاني اليوم الساعه 7 ان شاء الله على المساء. طيب يعني ما صدر بالاعلام انه عفيت من منصبك وانت الان خارج تشكيله الاتحاد، كلام غير صحيح استاذ سعد. لا تعرف نبات الاعلام، احتراماتي لاخواننا كلهم الباقين، يصير تاويل بالكلام. انا يعني موجود اليوم بالفندق مع الاخ من عبد الخالق واعضاء الاتحاد متواجدين، لكن تحصل في الاجتماع شدوه جذب وهذا عادي، لكن تعرف انا الوضع الصحي غير جيد، فاضطريت انه اطلع من الاجتماع لان عندي تعرف مراجعه الدكتور هم يعني فحوصات عندي عامه، فطلعت يمكن بقيت ساعتين ونص بالاجتماع، ما صار اي شيء. طبعا انا استغرب انه بال فضائيات انه مشاده كلاميه وصلت بالايدي، طبعا هذا عار عن الصحه وما موجود نهائيا، لان الاجتماع كان مغلق واحنا موجودين، ما موجود اي شخص طبعا داخل الاجتماع، لكنه حصل سوء فهم نعم او اختلاف بوجهات النظر، هذا موجود ما يحصل في كل الاجتماعات، موجود هذا دائما، لكن تعرف بعض الاخوان نوبات يحاولون يضخمون الخبر موجود، وانا اليوم كنت مع عبد الخالق قبل شويه متواجدين وسولف الاخ مالح ويحيى كريم والاخ ابو سام، وانا موجود باللجنه حاليا في لجنه التسويق، وانا موجود اليوم بالاجتماع الساعه 7 وراح اكون قبل الاجتماع جلسه عندي مع الاخ ملا عبد الخالق. تعرف انا الملا احبه جدا، الانسان طيب وراح في كل شيء، اذا انت يصير اختلاف وجهات النظر، اذا انت مستمر بالمهمه مع المنتخب الاولمبي ولا صحه لمساله يعني اعفائك من منصبك وما زلت لكن اعفيت من مهمه المنتخب الاولمبي فقط، جواب سريع لو سمحت كابتن. لا لم اعفي، لكن اني يعني تعرف اني ما عندي مجال، رئيس نادي الحدود ايضا وكان بالاجتماع، فانا
يعني الاخ هو كان محمد سلطان اللي مشرف، وطبعا هو كفاءه ومعروف نائب رئيس اداره في نادي النفط. فانا قلت لهم اعذروني انا ما اقدر ترى في الراد تفريغ تام للمنتخب الاولمبي ولكن حلوان مثل ما يعرف. فالاخ محمد سلطان يعني هو رجل كفو. كل الخير والبركه بكم استاذ سعد. كل الخير والبركه بكم، ممنونين منك، شكرا لاتصالك تواجدك معنا، ونتمنى لكم العمل الصحيح في المرحلة المقبلة، لأن المرحلة المقبلة عندنا هواي استحقاقات يجب أن نحقق بها النجاحات. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، شوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد دائما، اللاعب 12 من الأحد إلى الخميس عبر الشرقية، إلى اللقاء.